يو بقى يا نهى، حلو مشاكلكم بعيد عني، مش كل حاجه تقولولي. ماله رامي؟ ايه اتقبض عليه ليه؟ بيشم؟ طيب ابعتي له جلال يشوف المصيبه دي. باي. ايه كم المشاكل دي؟ انا مش مصدقه. احنا قلنا ايه؟ مش قلنا لما تيجي المشاكل الصغيره نفتكر ايه؟ ايه شي ها علي عوض. مين علي عوض ده؟ حبيبي انا مش مركزه من كتر التعب، وبعدين كفايه المشاكل اللي عاملها لي عمي دي. لما هو جالك ما قلتليش ليه؟ مفيهاش حاجة يا حبيبتي، أنا عايز أحللك المشكلة. لا فيها. فيها إنك مرضتش تلمحلي إن هو نصاب وقبل منك فلوس. مكنتش عايز تحرجني. ملك، ما بتسأليش ليه على رنا؟ مين اللي قال؟ ده أنا لسه قافلة معاه. قافلة معاه؟ ده أنت ما بتستحمليش تعيشي من غيره. ويا حبيبي عند حد غريب، مش ده بيت باباها؟ كمان بقيتي بتحب السيجار من امتى؟ انا بحب اي حاجه انت بتحبها وبس. يعني قالت لي انها بتحبك زي اخوها، عشان كده حكيت لك على موضوع الليسي. الو، نحن هنا. اللي واخد عقلك انت؟ فيكي ايه متغير؟ فيكي حاجه مش مظبوطه. مفيش حاجة متغيرة فيها يا حبيبي، أنا زي ما أنا. لا، ما انتيش زي ما انت. ليه؟ أنا هي مريم اللي أنت تعرفها. لا، ملاك اللي هي تعرفها. أنت تعرفها. بالظبط. أنت مريم. أنت مش ملاك. انتي مش ملاك. انا مش ملاك، انا مريم. وما رحتيش بيروت؟ انتي بتتكلمي؟ انا بتكلم. عارف من امتى؟ ساعة ما شفتك معاها وانتوا بتتجوزوا. الذي بيديك المصالحات ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى:
ولاني ما همش حد. خبيت صوتي وما قلتش لحد ان انا بتكلم. مين هيفرح لي؟ ولا حد. فين ملك؟ فين ملك؟ قتلتها. قتلتي اختك؟ قتلتها عشان ما تستاهلكش. واحده نصابه ومجرمه صيعوا فيها العبر، بس انت ما تعرفش. قتلتيها ازاي؟ رندي عليها. انا فعلا سافرت بيروت، كلمت طارق يجي لك ويقولك ان انا سافرت، بس انا في الحقيقه رحت لها فرنسا واتفاجئت بيا هناك واستغلت وجود رنا في المستشفى. بعت لها مسج قلت لها مخنوقه عايزه اتكلم. فكرت مركب في السن واتخانقنا، زقتني زقتها وقعت في الميه وانا عارفه انه ملهاش في الهم. قعدت تستنجد بيا وتقولي الحقيني، بس هي ما تستاهلش. سبتها قعدت اتفرج عليها لغايه ما غرقت. رجعت الاوضه وخدت حاجتها، قصيت شعري زيها، عملت كل حاجه هي بتعملها، حتى التاتو عملته، البرفان بتاعها، كل حاجه. ورحت رنا المستشفى. ما شكتش لحظه، ما شكتش لحظه ان انا امها. ريحتي كانت ريحة أمها، هدومي، طريقة كلامي، كل حاجة كانت هي. وخدتها وخدت باسبور ملك ورجعت هنا، ورجعت علشانك. أنا بحبك يا نديم. أنت بحبك. بحبك إيه؟ عارف يعني ايه عشقتك؟ يعني انا ما اقدرش اعيش من غيرك. انتي من غيرك ممكن اموت. قتلتي حبيبتي عشان بتحبيني؟ ما تقولش حبيبتك. انا حبيبتك. هي مش حبيبتك، عمرها ما حبتك، دي كذابه. قتلتي اختك عشان بتحبيني؟ انتي مش اختي، احنا اخوات في الشبه بس. تركتي بجريمة قتل عشان ما تحبيني؟ كل الناس كانت بتحبها أكتر مني طول عمرنا، من إحنا وصغيرين. ملك، يا ريتك زي ملك، يا ريتك ربعها حتى. إنما أنت مستهترة، فاشلة. أنا مش عارف أقول للناس إيه، أقدمك ليهم أقول لهم إيه؟ أقول لهم بنتي الفاشلة حضرت حتى الثانوية العامة، خدتيها ب50% ودخلتك 100 كلية. كل ما تخش كليه تسقطي 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 لحد ما ينفدوكي، وفي الاخر جايبه لي ولد تافه صايع فاشل زيك. تقولي لي عايز يتجوزني؟ لو سمحت يا بابا ممكن تسمعني؟ انا مش عايز اسمعك تاني نهائي. بس انا من حقي ادافع عن وجهه نظري. وجهه نظر ايه؟ انت فاكراني ما سالتش عنه؟ بقول لك تافه فاشل زيك. فاطمه، انا عايزه اطلق من حازم. طيب فكرتي كويس قبل ما تاخدي قرار زي ده؟ اكيد. على اي حال انا واثق فيكي جدا في طريقه تفكيرك وفي عقلك، وتاكد ان اي قرار هتاخديه هيبقى صح بنسبه 100%. لكن بس انا ليا طلب واحد. ايه هو؟ فكري كويس في مصير بنتك، لان مش عايزها تتربى بعيد عن بيت ابوها زي ما انت تربيتي بعيد عني.
لا طبعا اطمن من الموضوع ده. انا هتفق مع حازم على طريقه حضاريه في الانفصال. اوكي. ويا ريت ما تكونيش قلتي له اي حاجه عن اختك المستهتره دي. قصدك عن الولد اللي عايز يتجوزها ده؟ لا، ولد فاشل صايع شمام ابوه طرده من بيته وتقول لي هتجوزه يعني هتجوزه. طب كنت عملت زيك يعني حازم مهما اختلفنا معاه لكن في النهايه استاذ جامعه راجل محترم. راجل محترم بس انا مش مبسوطه معاه. دي حياتك وانت حره فيها وانا واثق فيكي وفي اختياراتك. انت مش زي اختك الفاشل دي. هي لحظه وهي لاشطر وهي الانجح. لامتى لامتى حتى لما كبرنا كل ده ما تغيرش؟ انا الخرسه وهي الشاطره، انا الفاشله وهي الناجحه. انا بحبك وهي ما حبتكش. فاهم يعني ايه ما حبتكش؟ كذبت عليك. هي ورا كل اللي حصل لك مع رشوة دخلت مكتبه وفتحت الدرج ولقيت موبايلات كتير وفتحتها وشفت صور مراتك وبعت على رقم تليفونك وبعديها مسج قلتلك عايز تشوف مراتك في السرير مع واحد روح على العنوان ده ورسائلها مع وليد وكل مخططاته. صور الليسي وهو بيقتل وليد.